مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذه التغطية المباشرة التي نتابع فيها مستجدات الأحداث، لا سيما الحرب الدائرة منذ أكثر من عام على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة وكذلك في لبنان. نتحدث هنا عن الداخل الإسرائيلي الذي يشهد مجموعة من الانقسامات الحادة بشأن الحرب على غزة ولبنان. هناك مخاوف من تصعيد الأوضاع، فمع تزايد الخسائر العسكرية والبشرية تتباين الآراء بين من يدعمون الاستمرار في العمليات العسكرية كحل استراتيجي، أو بين من يرى ويرغب في ضرورة وقف الحرب حفاظا على أرواح المدنيين والعسكريين. في ظل هذا المشهد يبقى سؤال حول مصير الفلسطينيين واللبنانيين تحت وطأة الحرب المستمرة وتأثير هذه الحرب على المنطقة بأسرها. نتابع بالتفاصيل بعد متابعة هذا التقرير. بعد انقضاء عام كامل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوسيع الاحتلال للحرب على جبهة لبنان، باتت تطرح عدة تساؤلات حول سيناريوهات هذه الحرب في ظل الرفض الإسرائيلي المتواصل لدعوات وقف إطلاق النار والصمت الدولي أمام ما يجري، وفي ظل تراجع الحديث عن أفق سياسي أو طروحات لوقف الإبادة التي يتعرض لها أهالي غزة. ومع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على جبهة الشمال ضد حزب الله والتوقعات بارتفاع وتيرة الهجمات المتبادلة مع إيران، ما زال سقف الأهداف الإسرائيلي متحركا ويتسع على الرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها إسرائيل وفشلها في تحقيق أهدافها من الحرب. الجرائم الوحشية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة واقتحام قوة الاحتلال المستشفيات واعتقال الكادر الطبي وعدد من المرضى والجرحى واحتجاز النساء دون ماء أو طعام وتدمير سيارات الإسعاف يعد انتهاكا سافرا لأحكام القانون الإنساني الدولي. كما أن مواصلة إسرائيل عدوانها الهمجي على الأراضي اللبنانية يشكل هو الآخر انتهاكا سافرا وخطيرا لأراضي وحدود دولة ذات سيادة. ثم أخيرا استهداف إسرائيل لإيران يؤكد أن ما تفعله تل أبيب هو محاولة جر المنطقة بأسرها إلى مواجهة مدمرة ما لم يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم ووضع حد نهائي لها. ويرى الخبراء أنه يمكن لدولة الاحتلال أن تداري على خسارتها بالحلول السياسية، ولكنها لا تستطيع فعل ذلك باستمرار الحرب وإطالتها واستطالتها. وقد شهدت الساحة اللبنانية والإسرائيلية تصعيدا ملحوظا في الأيام الأخيرة، حيث تعرضت مناطق الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني لغارات إسرائيلية تزامنا مع تصاعد هجمات حزب الله على مواقع إسرائيلية، مما يعكس تصاعد التوترات وتزايد المواجهات العسكرية بين الطرفين. يتزامن هذا التصعيد مع تطورات إقليمية ودولية تنذر بانعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كيف تتطور هذه الأحداث؟ ما هي الأبعاد السياسية والإنسانية لهذا التصعيد؟ والمزيد من التفاصيل يتابع معنا وينضم إلينا معلقا السيد أحمد عز الدين، المحلل والباحث السياسي من بيروت. تحية لك سيد أحمد، أهلا وسهلا. تحية لك، شكرا. سيد أحمد، نلاحظ جميعنا التصعيد المستمر من قبل الكيان المحتل، استهداف مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني إضافة إلى أماكن أخرى. لماذا يستمر الكيان المحتل في تصعيده باتجاه لبنان رغم ما يتكبده من خسائر على ما يزيد من عام في غزة وأيضا في لبنان؟ يعني أعتقد بداية أن ربما الجيش الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية كانت تعتبر أنها لن تواجه قوة بهذا المستوى في جنوب لبنان، أو أن القوة لن تكون يعني قادرة على الصمود لفترة طويلة. ولهذا أعتقد أنها منذ نحو أسبوعين أو أكثر عندما بدأت تواجه يعني مقاومة عنيفة وتعجز خلالها عن التقدم برا، بدأت تمارس مثل هذا التدمير، يعني حملة التدمير تطال المراكز الأثرية. هناك أحياء قديمة كالنبطية، كمدينة النبطية أو قانا أو حتى مدينة صور، يعني المراكز التي استهدفت ليست فيها لا معارك ولا أيضا فيها تجمعات يعني حزبية، وبالتالي تعمل إلى تدميرها. كما أنها أيضا
تستهدف الأبنية الكبيرة والضخمة في الضاحية الجنوبية بهدف إيقاع أكبر تدمير يعني. نعم وأيضا استهدفت يعني المراكز الدينية كالجوامع والكنائس أيضا تقوم بممارستها، يعني تقوم بحملة تدمير هي تبدو أنها انتقامية أكثر منها مقتضيات المعارك كما هو العادة يعني. ولماذا هي حملات انتقامية سيد أحمد؟ يعني من المفترض أنه الحرب بالأساس كانت على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، فلماذا الانتقام من لبنان والجنوب اللبناني وهذا العنف في التعامل؟ صحيح أنه الكيان المحتل من وقت إلى آخر يصدر أوامر إخلاء للبلدات، لسكان البلدات والقرى في الجنوب اللبناني والمواقع المختلفة، لكنه رغم ذلك يقصف هذه الأماكن غير عابئ بحياة المدنيين. يعني هو تقريبا الجنوب شبه فارغ يعني، أعتقد أن أكثر من 95% من مناطق الجنوب كلها وحتى الضاحية الجنوبية يعني مراكز الثقل السكان الشيعة هي فارغة، نعم وبالتالي أعتقد أن هي تمارس هذا التدمير ربما يعني ربما لهدفين يعني. الأول هي أنها تعتقد أن هناك حسابا مع لبنان ومع حزب الله تريد تصفيته منذ حرب العام 2006، هذا أولا. وثانيا ربما يعني تريد الاستفادة من تدخل حزب الله في حرب إسناد لغزة، وبالتالي ربما يعني خلق لها بعض المشاغلة وأشغل جزء من هذا الجيش الإسرائيلي، وربما أيضا ساهم ربما في إطالة الحرب في غزة وعدم سقوط غزة. وبالتالي أعتقد لهذا السبب هي تمارس هذا التدمير الغير معقول يعني. قرى الحدود لم يعد فيها القرى الحدودية أي منزل يعني غير مهدم يعني، لم يعني هناك مشكلة فيما لو توقفت الحرب هناك مناطق غير صالحة للسكن كليا، فأين سيذهب الناس؟ نعم. يعني هي أسلوب تدميري بالمطلق يعني. وبرأي حضرتك سيد أحمد، هذا التصعيد وهذا التدمير المتعمد لقرى وبلدات في الجنوب اللبناني، هل هي رغبة الكيان المحتل في ضم مزيد من الأراضي إليه حتى الشمال الليطاني، أم لماذا هذا التدمير المتعمد؟ لماذا الإتيان على بنى تحتية وكذلك مبان سكنية ومنشآت عامة في الجنوب اللبناني؟ لماذا؟ يعني أعتقد أن إسرائيل أطماعها غير محدودة، ولكن بنفس الوقت هي تدرك جيدا أنها لن تستطيع البقاء في لبنان يعني، عندما هي الآن تتحرك في ظل إبعاد السكان كليا، ولكن إذا أرادت الاحتلال جزء من الأرض لن تستطيع البقاء فيها وستحمل كل يوم عشرات الضحايا يعني. ولهذا أعتقد هي تمارس هذا التدمير وبهدف تسريع فرض تسوية تريدها. لبنان ما زال مصرا على تنفيذ القرار 1701، لكن إسرائيل بدأت ومع بعض الأصوات الغربية تريد يعني إضافات على هذا القرار أو ما تقوله ضمانات لتطبيقه بالشكل الذي تريد أو تراه مناسبا. ولهذا أعتقد يعني أن إسرائيل تحاول تسريع إنهاء الحرب بخلال التدمير وإيقاع المزيد من الضحايا والشهداء. ولهذا يعني هذه هي الصورة التي تسعى إسرائيل من خلالها، ولكن يبدو أن لبنان الذي تعود منذ أكثر من 4 عقود على مواجهة يعني المعارك والحروب حتى الداخلية منها والخارجية منها يعني له نفس طويل في هذه المواجهة، وربما لن يصرخ بسرعة يعني. نعم، الهجمات الإيرانية على القلب الإسرائيلي كانت في الأول من أكتوبر، وأتى الرد الإسرائيلي على هذه الهجمات فجر السبت بالأمس أو فجر أمس يعني، والحقيقة هو أيضا في هجماته استهدف القلب الإيراني في طهران. صحيح أن إيران لم تعلن حتى الآن إن كانت سترد أو لا ترد، وإن كانت لوحت في الأفق في السابق في أنه أي عملية أو أي هجمات إسرائيلية سيتبعها رد إيراني. برأي حضرتك الرد الإيراني هل ستكون فيه أيضا لبنان جزء من المعادلة؟ هل ستصبح لبنان مسرحا للعمليات المتبادلة ما بين إسرائيل وإيران وحزب الله عموما، أم أن هنا لبنان ستبتعد وستنتقل ساحة المعركة إلى موقع آخر؟ يعني أعتقد هو جزء كبير من المواجهة في لبنان هي مواجهة إسرائيلية وإيرانية ولو بشكل غير مباشر يعني. هناك إيران
تعلن ولا تخفي أمرا أن هناك كثير من ضباط الحرس الثوري الإيراني يشاركون في هذه المعارك في لبنان. وبالتالي يعني إيران ليست بعيدة عن المعركة، ولكن إيران هي ربما تريد تجنب المواجهة المباشرة، تريد أن إبقاء المعارك خارج حدودها نعم. فيما يسمى المحور أو أذرعة إيران، أو سواء من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن، ولكن لا تريد المواجهة. ربما إسرائيل تريد جرها إلى هذه المواجهة، ولكن أعتقد أن يعني كان هناك ضغوط من الإدارة الأمريكية أنها لا تريد توسيع هذه الحرب، لأن لها ربما انتشار كبير في المنطقة، أو لأنها عشية أبواب الانتخابات النيابية، لا يريد الحزب الديمقراطي أن تساهم في، لأنه أعلن أنه أي حرب أي مواجهة مع إيرانية إسرائيلية سيكون طرفا فيها، وهذا ليس سرا يعني، وبالتالي ربما تشارك تؤدي إلى خسارة الانتخابات. قد يكون بعد الانتخابات نوع آخر من المواجهة، ولكن يعني ليس سرا أن إسرائيل أبلغت إيران بالغارة وطلبت، ومع تحذير بعدم الرد، وقالوا أن يعني إسرائيل أبلغت وزير خارجية هولندا، وهو أبلغ نظيره الإيراني بأن وكذلك الحرب البيت ستكون. الأبيض كان على علم بهذه الضربات الإسرائيلية في طهران. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد سعد الدين، الكاتب والمحلل والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لحضرتك. أيضا ينضم إلينا هاتفيا للمتابعة أستاذ ماهر مقلد، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، إزي حضرتك؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط أصبح على شفا الجحيم إنجاز التعبير أن نقول، لا سيما بعد الهجمات الإسرائيلية على العمق الإيراني في طهران فجر السبت بالأمس، والحقيقة أنها تنذر ربما بحالة من حالات التصعيد أو حالة من حالات الرد والرد المضاد ما بين طرفي الصراع، إسرائيل من ناحية وحزب الله من ناحية أخرى. برأي حضرتك ما القادم بالنسبة لإيران وتحديدا حزب الله؟ هل سيقوم حزب الله بالرد على هذه الهجمات، أم أنه سيتروى وسيستخدم منطق العقل والحكمة وضبط النفس كما فعل في سابق الأيام؟ يعني حزب الله أعتقد ليس يعني المفروض أن يكون معني بما يجري داخل إيران. يعني العلاقة بين إسرائيل وبين إيران، هي طبعا حزب الله مشتبك بدرجة أو بأخرى، لكن بكل تأكيد يعني إيران هي المعنية بالرد على ما قامت به إسرائيل، وإيران هي التي تقرر. وحزب الله الآن يجب أن يكون منخرطا في الداخل اللبناني، لأن ما يحدث داخل لبنان هو أمر صعب ويعني مأساوي بكل ما تعني الكلمة. عدد كبير من النازحين اللبنانيين، يعني يتجاوز 2 مليون نازح لبناني من الجنوب ومن المدن اللبنانية، والضاحية الجنوبية لا يتواجد فيها يعني سكان على الإطلاق، وهي كانت تضم حوالي 1 مليون ساكن. وبالتالي حزب الله الآن معني بكيفية التعامل مع إسرائيل وإحداث نوع من التوازن العسكري الذي لا يمكن إسرائيل من استباحة لبنان بهذا الشكل، لأن إسرائيل تضرب يوميا يعني في العمق اللبناني. اليوم حزب الله يعني تدخل بشكل مغاير لما كان عليه من قبل، حيث طالب بإخلاء 20 سكان 20 مستوطنة إسرائيلية، وقال أن هذه المستوطنات سوف تكون هدفا لضربات حزب الله، وهو تغيير في المعادلة العسكرية ما بين حزب الله وبين إسرائيل. لكن العلاقة ما بين إيران وإسرائيل هي علاقة مشتبكة وشديدة التعقيد، وكل الاجتهادات التي تقال عن طبيعة الرد الإيراني أو عن طبيعة التواصل ما بين إسرائيل وإيران هو مجرد اجتهادات، لكن هناك في الكواليس خفايا كثيرة جدا غير مطلعين عليها، وبالتالي لا يمكن الحديث بشكل يعني مريح وصريح عن هذا الأمر. نعم، الحقيقة أنه الضربات الإسرائيلية فجر أمس على طهران كانت تستهدف مقرات للحرس الثوري الإيراني، واليوم كان هناك ضربات من قبل حزب الله متجهة إلى أيضا جنوب شرق منطقة عكا، واستهدفت فيها مصنع للمعدات العسكرية الخاصة بإسرائيل. برأي حضرتك هو أيضا تغير نوعي في شكل المواجهات وشكل الحرب ما بين الطرفين، وإلى أي مكان يقودنا هذا التغير النوعي في شكل الحرب ما بين الطرفين؟ يعني أنا في تقديري لو كان لدى حزب الله قدرات عسكرية
على ضرب العمق الإسرائيلي كان يجب عليها أن يستخدمها منذ أسابيع وليس الآن، لأن إسرائيل منذ 3 أسابيع وهي تضرب كل ما له علاقة بحزب الله داخل لبنان، دمرت الضاحية الجنوبية، دمرت الآن الحديث على أن إسرائيل دمرت أكثر من ثلثي مساحة لبنان، وبالتالي حينما تكون هناك إمكانيات وقدرات عسكرية لدى حزب الله ويؤجل استخدامها ويربط استخدامها بما يجري داخل إيران، فأعتقد أن أمر يثير كثير من علامات التساؤل ويشكك تماما في النوايا الحقيقية لدى حزب الله. لكن هنفترض سلامة النية وحسن النية، وأن حزب الله استعاد ترتيب أوراقه، وأنه لملم جراحه، وأنه خفف، استطاع أن يهرب من الضغط الإسرائيلي الكبير عليه خلال الفترة الماضية، والذي استهدف كل قيادات الصف الأول من حزب الله. نعم. واستهدف جزء كبير من قدرات حزب الله العسكرية من خلال ضرب منصات الصواريخ التي كانت لدى إسرائيل معلومات عن أماكنها. وبالتالي أعتقد أن حزب الله الفترة الماضية استطاع أن يعيد ترتيب أوراقه بالشكل المناسب، وأنه بدأ يوجه ضربات حقيقية لدى إسرائيل. إسرائيل طوال الفترة الماضية تعتقد أنها بالقوة وبالقوة الجارفة وباستخدام الطيران الحربي تستطيع أن تغير المعادلة العسكرية في المنطقة، واعتقاد خاطئ جدا، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عبر التاريخ أن تكون القوة هي المعيار التغيير، وأن يحقق أي طرف النصر النهائي من خلال القوة. الحروب هي جولات، ربما في بداية الجولة تكون هناك إخفاقات لطرف معين، لكن المعادلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستقر بهذا الشكل الذي ترغب فيه إسرائيل. واليوم ما يحدث داخل إسرائيل من عمليات دهس هو تعبير عن الشعور العارم بالغضب واليأس لدى الفلسطينيين ولدى المقاومة، وبالتالي أي شاب يقدم اليوم على القيام بمثل هذه الأفعال هو يعلم تماما أنه هدف فدائي وأنه شهيد وأنه قتيل قبل أن ينفذ هذه العملية، ومع ذلك يقدم عليها. وبالتالي إسرائيل لن تجني الأمن الذي تنشده من خلال الإفراط في القوة وتدمير وقتل الأبرياء وضرب المستشفيات والمساجد ودور العبادة. كل هذه الأمور أمور مخزية في التاريخ وعمليات إبادة جماعية، ولن تحقق النتائج التي تطمح إليها إسرائيل. نعم، سيد ماهر مقلد، مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. شهدت الساحة اللبنانية والإسرائيلية تصعيدا ملحوظا في الأيام الأخيرة، حيث تعرضت مناطق الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني لغارات إسرائيلية تزامنا مع تصاعد هجمات حزب الله على مواقع إسرائيلية، مما يعكس تصاعد التوترات وتزايد المواجهات العسكرية بين الطرفين. ينضم إلينا من بيروت السيد وجدي العريضي، الكاتب والباحث السياسي اللبناني. تحية لحضرتك سيد وجدي، أهلا وسهلا. أهلا فيك وبمشاهدي قناة النيل الكرام. أهلا وسهلا سيد وجدي. وبداية والحديث عن مؤتمر باريس الدولي، والذي استطاعت باريس من خلاله أن تجمع 800 مليون لدعما للشعب اللبناني و200 مليون دعما للجيش اللبناني، بخلاف مسألة الدعم المادي، برأي حضرتك موقف فرنسا هنا، وإلى أي مدى هذا المؤتمر نجح في أن يجمع تأييدا دوليا حول الأوضاع في لبنان وخطورة هذه الأوضاع؟ لأكون صريحا، أولا أن المؤتمر أخذ الشق الإنساني والدعم أكثر مما كان هو سياسيا، وبمعنى أوضح هناك علاقات تاريخية بين لبنان وفرنسا، فرنكوفونية، تعددية، فكرية، ثقافية، اجتماعية، لكن كان هناك غياب واضح للولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن التمثيل الدبلوماسي على مستوى كبير نظرا لانشغال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارات في المنطقة، لأن الكلمة لنكون واقعيين هي لواشنطن. من يمون على إسرائيل هي واشنطن، من يدعم إسرائيل في حربها هي الولايات المتحدة الأمريكية، من يمدها بالسلاح النوعي هي الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فرنسا أوقفت شحنات السلاح إلى إسرائيل، وكان هناك مكالمة هاتفية صاخبة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فرنسا تاريخيا تسعى لدعم لبنان والوقوف إلى جانبه، وهذا ما تبدى من خلال هذا المؤتمر الذي له مدلولات كبيرة بأن لبنان غير مطلوب من خلال هذا الدعم، 800 مليون دولار كمساعدات إنسانية و200 مليون دولار للجيش اللبناني لتطوير قدراته
واستراتيجيته، لأن هناك حديث متنامي من خلال مؤتمر باريس وكل المؤتمرات والمواقف التي تصدر من المجتمع الدولي من أجل دعم الجيش اللبناني وانتشاره بالجنوب، بمعزل أن قائده العماد جوزيف عون مرشح للرئاسة. هناك فصل تام، لأن هناك أيضا مسؤولين في الجهاز الأمني أو ضباط كبار يتولون مواقع أساسية كمدير عام الأمن العام في لبنان اللواء الياس الفيصلي، الذي بدوره مطروح للرئاسة ويقوم بإنجازات كبيرة إلى جانب قائد الجيش، وكل الأجهزة الأمنية تقوم بدورها. لكن المؤتمر في باريس كان للشق الإنساني ودعم لبنان. في الموضوع السياسي هناك موفد أمريكي اليوم في بيروت هو هامش أوكستاين، هل سيتمكن من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار؟ لا أعتقد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار. هي تسعى للتدمير الممنهج، وكما أشرت إلى قصف الضاحية والتصعيد الإسرائيلي، هناك قصف مستمر وتدمير وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل في لبنان. بل هناك دعوات من اليمين المتطرف الإسرائيلي لإقامة مستوطنات. كان هناك موقف لسماحة الشيخ خلدون عرايمي رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام، دعا فيه إلى الوحدة الوطنية والتكاتف لمواجهة مشروع إسرائيل وهذا الكيان الصهيوني. لذلك هناك اليوم أجواء تشي بأن هناك قمة روحية ثانية قد تنعقد في بكركي من أجل الوصول إلى الوحدة الوطنية لمواجهة إسرائيل ومشاريع الاستيطانية. لكن باعتقادي أن هوكشتاين لن ينجح في مساعيه، باعتبار إسرائيل تعتمد سياسة الأرض المحروقة لرفع منسوب شروطها على الحكومة اللبنانية من أجل أن تلتزم بهذه الشروط. نعم، السيد نجيب ميقاتي في وقت سابق وكذلك السيد نبيه بري أشار إلى ضرورة انتخاب رئيسا للجمهورية في هذه المرحلة، وأبدوا مرونة في هذا الأمر وانفتاح على هذا الأمر بشكل جيد. مع اختيار أو الرغبة في اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية، إلى أي مدى حضور رئيس للجمهورية في المشهد في هذا التوقيت من الممكن أن يغير من المعادلة أو من هذا الوضع المعقد بالنسبة للبنان؟ سؤال جد مهم جدا. حتى لو كان اليوم هناك رئيس جمهورية، لنكون واقعيين، إسرائيل ستبقى على سياستها الإجرامية الاستيطانية التدميرية ولن تلتزم بوقف إطلاق النار. لكن إذا حصلت تسوية وأمور كثيرة إيجابية تقتضي بانتخاب رئيس الجمهورية من أجل انتظام المؤسسات الدستورية، عندما يكون هناك رئيس جمهورية يستقل طائرة ويذهب إلى دول القرار من أجل وقف إطلاق النار، وعندما يكون هناك تسوية يجب أن يوقع عليها رئيس جمهورية، انتظام المؤسسات هو مسألة جدا مهمة. لكن باعتقادي لن ينتخب الرئيس في هذه المرحلة قبل أن نصل إلى توافق دولي وإقليمي وداخلي. لا ننسى أن هناك انقسامات في الداخل اللبناني على 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 اسم المرشح. هناك من يؤيد قائد الجيش وهناك من لا يؤيده، وهناك عدة مرشحين وكما أشرت في طلعتهم اللواء الياس الفيصلي، إضافة إلى أسماء أخرى طرحتها بكركي من النائبين نعمة فران والنائب الدكتور فريد بستاني، إلى أمور كثيرة هي موضع خلاف بين اللبنانيين. لكن عندما يكون هناك تسوية دولية إقليمية من أجل وقف إطلاق النار، أعتقد أن هذه التسوية تنسحب على انتخابات الرئيس وعندها ينتخب الرئيس، بمعزل عن الحالة الداخلية. لا يمكن انتخاب رئيس إذا لم يكن هناك إجماع دولي وإقليمي على الرئيس. وما بعد هذه الحرب تغيرت نوعية وشكل الرئيس السياسي وسوى ذلك حول ما يحصل اليوم، بمعنى ما بعد هذه الحرب ووصلنا إليه ليس كما قبله حول الرئيس وشكلية الرئيس أو بروفيل رئيس الجمهورية. كثر الحديث عن القرار 1701 وضرورة تفعيل هذا التوقيت، عفوا هذا القرار في هذا التوقيت. برأي حضرتك إلى أي مدى أصبح هذا القرار الذي صدر منذ سنوات طويلة صالحا للوضع الآني، وهل يحتاج إلى تعديلات؟ هل هناك معوقات في سبيل تحقيق وتنفيذ هذا القرار على الأرض، أم أن الفرصة الآن سانحة بحكم الظرف الدقيق في تنفيذ هذا القرار؟ كما قلت لك، إسرائيل مستمرة في سياسة الأرض المحروقة، وقد قال لي رئيس مجلس الجنوب المهندس الأستاذ هاشم حيدر والمقرب من رئيس مجلس النواب أنهم يدرسون كيفية دعم النازحين ولا يقصرون في هذا الإطار على الإطلاق، لأن هناك دمار شامل وإسرائيل مستمرة في هذا النهج. لذلك الحكومة اللبنانية، وقالها الرئيس ميقاتي في مؤتمر باريس وقالها بالأمس خلال لقائه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بأن لبنان مع تنفيذ القرار 1701، حتى حزب الله مع تنفيذ القرار 1701، لكن إسرائيل لم توقف النار قبل أن تصل إلى أهدافها، أي أن تقيم منطقة عازلة كبيرة
عند اجتياح 1982 كان أريال شارون وزير الدفاع آنذاك يقول لن نصل إلى صور، ووصل إلى صور، لن نصل إلى صيدا، وصل إلى صيدا، ومن ثم إلى العاصمة اللبنانية بيروت. لذلك سنترقب الميدان، كيف سيكون الميدان، كيف سيكون الميدان يكون آلية تنفيذ القرار 1701. وبمعنى أوضح، إسرائيل تريد منطقة عازلة وتسليم حزب الله لسلاحه، ومن ثم تنفيذ القرار 1701 وانتشار الجيش في الجنوب. لكن لا ننسى أيضا أن هناك تدخلات ومواقف إيران تتدخل في الشأن اللبناني، لا ننسى هذا الكلام. وهذا ما أشار لي سماحة المفتي الشيخ خلدون عرايمت عندما تحدث عن هذه المسألة. لذلك نحن أمام وضع صعب ومعقد داخليا وإقليميا وعلى المستوى الدولي. هناك إجماع لتنفيذ القرار 1701، لكن إسرائيل وباعتقادي قبل الاستحقاق الرئاسي الأمريكي لم توقف هذه الحرب. سننتظر ما يفعله هاموس هوفشتاين في إسرائيل الذي وصلها. إذا كان هناك من أي نتائج إيجابية قد يعود إلى لبنان غدا، وإذا استمرت إسرائيل في شروطها ستبقى الحرب مفتوحة على كافة الاحتمال. نعم، أستاذ وجدي العريضي الكاتب والباحث السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ عملية الدهس التي وقعت في وقت سابق اليوم بالقرب من تل أبيب، والذي دهس بشاحنته أشخاصا كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في مرفق جليليوت، مما أسفر عن إصابة العشرات. أشارت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إلى أن فرق الطوارئ أفادت بإصابة 40 إسرائيليا، بينهم 4 على الأقل بجروح خطيرة، وأنه تم إطلاق النار على سائق الحافلة وتحييد. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة والمحللة السياسية من رام الله، أهلا وسهلا بحضرتك. إلى أن تعود إلينا دكتورة تمارا حداد، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في هذا التوقيت شديدة الخطورة، لا سيما مع التصعيد المستمر من قبل الكيان المحتل بحق المدنيين. ونتابع مع حضراتكم الآن على الشاشة فيديو خاص بعملية الدهس التي حدثت اليوم والتي أصابت العشرات من الإسرائيليين وكذلك أدت إلى مقتل أيضا العشرات. الحقيقة أنه مثل هذه العمليات الاستشهادية من الممكن أن تزيد من وتيرتها في الفترة القادمة، تعبيرا عن الغضب العالمي، ليس فقط الغضب الداخلي في داخل إسرائيل، ولكن أيضا غضب عالمي من تجاوزات الكيان المحتل بحق المدنيين العزل في سائر الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة وغيرها من المناطق. الحقيقة أنه أيضا يوم الجمعة كان هناك عملية كبيرة وخطيرة للكيان المحتل، مجزرة جديدة يرتكبها بحق المدنيين، أطلق عليها إعلاميا بمجزرة العطشة، حينما استهدف الكيان المحتل مجموعة من الأطفال والمدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على شربة ماء، فتم استهدافهم واغتيالهم واستشهادهم، ووصل عدد الشهداء في يومها منذ الفجر وحتى المساء إلى 100 شهيد تقريبا. تعود إلينا دكتورة تمارا حداد المحللة والباحثة السياسية من رام الله، تحية لك دكتورة، أهلا وسهلا. تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولكل المتابعين الكرام. تابعت حضرتك بالتأكيد عملية الدهس التي تمت منذ قليل بالشاحنة وإصابة وكذلك مقتل العشرات. برأي حضرتك مثل هذه العمليات الاستشهادية أو هذه العمليات باتجاه الكيان المحتل، هل هي في طريقها إلى الزيادة؟ هل ستكون يعني حديث العصر وحديث الوقت كنوع من أنواع التعبير عن الغضب العارم باتجاه أو بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، أم أنها تعتبر حادثة فردية وغير قابلة للتكرار؟
إذا تحدثنا بكل واقعية سوف تتكرر هذه الحادثة الفردية، هي حادثة فدائية قومية جاءت من منطلق نتيجة الاستفزازات الإسرائيلية، نتيجة الانتهاكات التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني. قبل عدة دقائق كانت عملية أخرى في منطقة حزمة شمال القدس، ليس فقط على مستوى العملية التي حدثت في جوليلوت أو قاعدة عسكرية، تحديدا في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة أمنية عسكرية، وهذا إشارة أن هناك فشل أمني استخباراتي في عدم قدرة على التنبؤ على حدوث مثل هذه العملية. طبعا هذه سوف تؤثر على الداخل الإسرائيلي، تحديدا سوف يلقي اللوم على بن غفير وهو مسؤول الأمن القومي الإسرائيلي في الداخل الإسرائيلي. هذه منطقة في شمال تل أبيب، ليس هذا فحسب، وحدثت أيضا عملية أخرى في ذات اليوم، يعني اليوم كانت هناك عمليتين، عملية في شمال تل أبيب وعملية في شمال القدس. هي أصبح هناك إصابتين في منطقة شمال القدس، هي تسمى منطقة حزمة. ناهيك أن هناك إصابات عديدة جرحى في منطقة تل أبيب، بمعنى شمال تل أبيب في قاعة جوليوت. هذه العمليات أعتقد سوف تتكرر، سوف تزداد، هي عمليات تأتي فردي وهناك عمليات تأتي بشكل منظم أو منسق، لكن باعتقادي بغض النظر إن كانت عملية فردية أو منظمة أو موجهة، لكن هي تأتي في سياق نتيجة استمرار ما يحدث في أرض قطاع غزة، ما يحدث في الضفة الغربية، وما يحدث من الانتهاكات التي تحدث في المنطقة المقدسة، نتيجة أن هذه من قام بهذه العمليات هي عبارة عن شخصيات تحمل الجنسية الإسرائيلية، هم فلسطينيون يحملون الجنسية، هذا إشارة أنهم يشعرون بالتمييز العنصري بين الإسرائيلي وبين الفلسطيني، نتيجة ما حدث في المنطقة المقدسة من عملية إخراج الفلسطينيين حتى لا يدخلوا إلى المنطقة المقدسة من أجل الصلاة، وناهيك أن هناك تمييز فيما يتعلق العمل، فرص العمل والاقتصاد وتعاملهم تحديدا في الداخل الإسرائيلي، تحديدا أنه هو شخصية من منطقة قلونس ومنطقة المثلث في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. هذه الشخصية كانت تسوق شاحنة، ما أدى إلى عملية بعد دهس عدد كبير كان يخرج من الحافلة، ما أدى إلى عملية استغلال هذا عملية دهس عدد كبير من الإسرائيليون، وكان عدد منهم من الألوية وأيضا رتب ذات الضابط والمقدم، وهي تعتبر ذات مقر قريب من مقر الموساد وأيضا مقر قريب من الاستخبارات، وحدة الاستخبارات العسكرية 8200. هذا إشارة أن ما يحدث اليوم على أرض الواقع حتى الأماكن المراقبة أمنيا تحديدا هي ذات بعد أمني وعسكري حديث، هي أيضا يتم عملية الوصول إليها، وهذا يعبر عن فشل استخباراتي، وأعتقد أنها سوف تشجع آخرين من أفراد آخرين نتيجة استمرار حالة التهكم أو حالة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والجرائم التي تحدث في أرض قطاع غزة. نعم، في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعلن الكيان المحتل بأنه واحد من أهدافه الرئيسية والأساسية هو القضاء على عناصر المقاومة، وكان يقصد حماس تحديدا، ولكن على الجانب الآخر حماس قالت أنها لن تركع، لن تستسلم، خضوعها للكيان المحتل معناه هزيمة بالنسبة إليها وبالنسبة للقضية كذلك، بعد مقتل إسماعيل هنيه في البداية ويتبعه يحيى السنوار، هل بتري حضرتك أنه ما زالت حركة حماس، ما زالت المقاومة بصورة عامة بنفس قوتها، بنفس قدرتها على الاستمرار في مواجهة الكيان المحتل، أم أنها خفتت ولو قليلا من باب ترتيب الأوراق أو إعادة تكوين ذاتها من الداخل؟ أول حركة حماس الآن في أرض قطاع غزة، تحديدا هناك البنية العسكرية بالفعل هي تم تدمير جزء كبير من أعضاء سواء كان على مستوى المقاومين أو المسلحين. لا. الآن هناك في تنظيم حركة حماس أصبح ليس كوضعية تنظيمية أو هيكلية تنظيمية، هي عبارة عن أفراد مقاومين ما زالوا يريدون مجابهة الاحتلال ومحاولة لآخر رمق استخدام أدواتهم المتاحة المتوفرة حتى هذه اللحظة من أجل إرسال رسالة الكيان الإسرائيلي، نحن مستمرون متواجدون. نعم هي خفضت، وأعتقد أن حركة حماس ما زالت تعول على ورقة الأسرى، ورقة الأسرى أو الرهائن المحتجزين الإسرائيليين هي ورقة ليست هي بموطئ اهتمام بالنسبة لنتنياهو، نتنياهو الآن يريد أن يخرج الأسرى عن طريق الخيار الحربي أو الخيار العسكري، الضغط العسكري، يعتقد أن حركة حماس عليها أن تعيد النظر فيما يتعلق آلية التعامل مع هذا الملف، إما أن تعطيه لدولة ذات قوة ذات وثقة أن تقدم هذا الملف حتى يتم بالفعل وقف الحرب، وقف الحرب أمام تعنت حركة حماس إسرائيل لن توقفه، هي غير معنية بوجود حركة حماس، كيف سوف تتم التفاوض مع حركة هي لا تريدها؟ إذا يجب إيجاد طرق أخرى لحركة حماس، على الأقل إعطاء الملف لدولة سواء كان بغض النظر القاهرة أو غيرها.
من الدول التي تثق بها أن تعطي هذا الملف، على الأقل أن تتفاوض بشكل جدي أن يكون هناك بالفعل إعطاء الرهائن مقابل وقف إطلاق النار، على الأقل إنقاذ المدنيين الفلسطينيين، إنقاذ الشعب الفلسطيني. يعني الآن من الضحية؟ الضحية الآن هم أطفال، النساء، ليس لهم علاقة لا بالمقاومة المسلحة وليس المدنيين. هم الذين يتضرروا الآن. الواقع الإسرائيلي هو سبب أساسي ورئيسي والكل يعلم ذلك، وهناك حركة حماس ما زالت تراهن على ورقة الأسرة. ورقة الأسرة ليست ورقة قوية يعني بيد حركة حماس الآن. هي تراهن على ولكن دكتورة، مع فتح الكيان المحتل لجبهات مختلفة من الصراع ومن الحرب، سواء في داخل قطاع غزة والمناطق المحيطة، في الجنوب اللبناني، استهداف حتى العمق الإيراني في طهران فجر أمس، فتح كل هذه الجبهات هل يستطيع أن يصمد أكثر، لا سيما وأن كل التقارير الصادرة تؤكد على ضعف وانهيار المعنويات بالنسبة للجنود الإسرائيليين وعدم رغبتهم في المشاركة في هذه الحرب؟ وأيضا يوم الجمعة الماضي كان انتحار لطيار في جيش الاحتلال إثر أزمات نفسية متكررة ويشبهه الكثيرون وإن لم يكونوا قد أعلنوا عن ذلك. هل من الممكن الرهان على فكرة الضغط النفسي الممارس على جنود الكيان المحتل، أم أن الرهان على من في هذا التوقيت؟ في هذا التوقيت ما زال الاحتلال الإسرائيلي يراهن على نقطتين. المراهنة الأولى وهي استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المساعدة. يوم أمس نتنياهو، وقبل يوم أمس نتنياهو، رضخ لإدارة بايدن بعدم ضرب إيران على المواقع النووية أو المنشآت النفطية. فبالتالي هو رضخ لإدارة بايدن. لماذا رضخ؟ لأكثر من سبب. هو يريد أن يتم عملية إرسال المساعدات ما تبقت للواقع الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونتنياهو لا يريد أن يخسر هذه المساعدات. النقطة الأخرى، نتنياهو يريد أن يتعامل الآن بين جبهتين، لا يريد أن يفتح الجبهة الثالثة إلا بإنهاء الجبهتين المتعلقة بقطاع غزة، إنهاء كلي لحركة حماس تحديدا المقاومة المسلحة، ثم عملية مواصلة التصعيد في منطقة جنوب لبنان. هو يريد أن ينهي البعد التواجدي لحزب الله في منطقة جنوب لبنان، وترسيخ فيما يتعلق نزع السلاح الكلي. وأصبح هناك في حالة من التفاوض بين الجهود الفرنسية والأمريكية، بالإضافة أن قيادات لبنانية بدأت الآن تريد أن ترسخ صفقات أو تسويات تتعلق بترسيخ 1701. خلال اليومين القادمين سوف يكون هناك المبعوث الأمريكي هوكسلاين من أجل نقل الرسائل البري إلى الواقع الإسرائيلي. إذا تم الموافقة على تنفيذ 1701 دون شروط تزيد عن هذا البند، فكان سوف يكون هناك نوعا ما القبول أن الجيش اللبناني بدل وجود حزب الله. ولكن باعتقاد نتنياهو لديه شرطين، الشرطين متعلق أن يسمح لإسرائيل بتواجد دخول البري وقت ما تشاء تحديدا في 5 كيلومتر، أو أن يسمح بالأجواء السماء أن يتم عملية تنقل الطائرات إذا كان هناك نوعا ما استجماع المعلومات الأمنية الاستخباراتية بوجود سلاح تم تمريره من سوريا إلى لبنان. فبالتالي الآن يراهن نتنياهو على الاستمرار الدعم التسليح الأمريكي. ولكن فيما يتعلق الواقع الداخل الإسرائيلي، نتنياهو أو إسرائيل ذاتها لا تستطيع أن تتعامل لوحدها على هذه الجبهات، لا تستطيع. إسرائيل فقط هي الذي يدعمها هو أمريكا. أمريكا إذا تم تقديم الدعم فإن إسرائيل تستطيع المجابهة. لا يوجد هناك دعم فإسرائيل سوف تضعف أمامه، وتحديدا أن نفسية الجنود الإسرائيليين الآن نفسيتهم ليس بالأمر السهل. صحيح. أن يجابهوا 3 جبهات أو 5 جبهات أو 6 جبهات. صحيح. هذه الجبهات ليست بالأمر السهل أمام أن هناك نفسية عقيدة فلسطينية أو لبنانية هي تحاول أن تدافع عن أرضها، بالمقابل أن هناك من يدافع عن وجودها. أين إسرائيل تشير أن هذه معركة وجود؟ ولكن هذه معركة الوجود، من الذي سوف يفوز؟ الوجود الحقيقي، يعني هناك من وجد على أرض حقيقية. صاحب الأرض. دكتورة تمارا حداد، شكرا جزيلا لحضرتك، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لحضرتك. وكذلك الشكر موصول لحضراتكم على متابعة هذه الفترة التي حاولنا فيها أن ننقل ونتابع عن قرب مستجدات الأحداث في الحرب الدائرة على الأراضي الفلسطينية وكذلك اللبنانية. المتابعة مستمرة دائما مع حضراتكم على شاشة النيل الأخبار.